النواب، ولكن هذه المرة من على صفحات اليوم السابع، والعنوان يقول 8 وزراء في مواجهة النواب. مشاركة لثمان وزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل في جلسات مجلس النواب المفترض تعقد غدا وسط توقعات بمناقشات وصفتها اليوم السابع بأنها قد تكون مناقشات ساخنة لعدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال بعض اللجان. الجلسة العامة للمجلس مفترض أن تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. أيضا من المفترض أن يتم عقد اجتماعات ل 23 لجنة نوعية داخل البرلمان بحضور بعض الوزراء وممثلي الحكومة من الوزارات كي يتم مناقشة عدة موضوعات. من ضمن الموضوعات تتحدث عنها اليوم السابع لجنة السياحة والطيران المدني، من المفترض أن يتم فيها استضافة لوزيري الاستثمار والتعاون الدولي وأيضا وزير السياحة وإلى جانب عدد من المستثمرين السياحيين كي يتم مناقشة رؤية هؤلاء المستثمرين للقانون الاستثمار الجديد. وأيضا فيما وصفتها اليوم السابع أنها أول مواجهة بين النواب وبين الوزير الجديد منذ توليه منصبه وهو وزير الزراعة، لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي المفترض أنها تستمع للدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة حول استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال النهوض بقطاع الزراعة تحديدا. أيضا من المفترض أيضا أن يتم مناقشة الدكتورة غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي في أسباب توقف العمل ببعض الأنشطة للمشروعات الصغيرة تحديدا في محافظة السويس. كما تبدأ مفترض لجنة الإدارة المحلية مناقشة التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية تحديدا عن بعض وحدات الإدارة المحلية. من المفترض أيضا أن تناقش لجنة الشباب والرياضة أسباب خروج منتخب مصر لكرة القدم للناشئين من بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشباب. من اليوم السابع